الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء اللي فات استقبل عدد من رؤساء تحرير جرائد كبرى الصحف الكويتية واتكلم معاهم وسألوه في أسئلة كتيرة جدا. الحقيقة أنه الحوار كان مطول، لكن أخذنا كده مقتطفات مما نشرته جريدة الشاهد الكويتية، جزء كده من حوار الرئيس مع رؤساء تحرير كبرى الصحف الكويتية. الرئيس اتكلم طبعا في جزئية انه التآمر ليس في قانون مصر ولا في قاموسه، حتى مع الإساءات اللي بتيجي من احدى الدول العربية لينا والمضايقات من بعض الدول الإقليمية، ومفهوم طبعا قوي يعني. هو الرئيس الحقيقة ما بيحبش يعني يذكر اسماء دول بعينها، لكن واضحة احدى الدول العربية وتآمر من ومضايقات وتآمر من إحدى الدول الإقليمية، مفهوم. قال إنه الإساءات دي إحنا بنجابهها بالعمل والنهضة دون الالتفات إليها، وإنه الربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة، وإنه جماعة الإخوان مش هيكون ليها دور في مصر. أنا وإنه طبعا قادتهم، قادة الجماعة الإخوان، كانوا وراء الفوضى اللي دمرت العديد من الدول. الحقيقة طبعا والرئيس اتكلم برضو بما ان هو يعني كان اللقاء ده مع رؤساء تحرير كبريات كبرى الصحف الكويتية، اتكلم انه العلاقات بين مصر والكويت علاقات قوية جدا، والكويت الحقيقة يعني احنا بينا علاقات طويلة بقالها سنوات، وفي نفس الوقت انه مصر بتثمن الدور اللي الكويت وقفت فيه معانا لما كتير من دول في اوقات عصيبة كتيرة، بس لما كتير من دول العالم قالوا لك اللي حصل في يعني بعد حكم الاخوان بعد السنة دي في 30 يونيو ده اسمه انقلاب، وده ما اسمهاش ثورة شعبية، وقعدوا يقول لك اتس كو اتس ميلتري كو ده انقلاب عسكري كتير من الدول العالم. لا، الحقيقة انه كتير من الدول العربية وقفت معانا وقفة قوية جدا وآمنت بمطالب الشعب المصري، مطلب الشعب المصري اللي حمته فيما بعد القوات المسلحة بإزالة حكم جماعة الإخوان الإرهابية. الجزء بس المهم جدا، لأنه إحنا كل فترة كده إيه حد يطلع تحس إنه حد قاعد فاضي مثلا، فيروح طالع كاتب لك كده حاجة على فيسبوك ولا بتاع يقول لك إيه، طب تفتكروا ممكن نتصالح مع جماعة الإخوان؟ طب تفتكروا يعني اللي هو إيده ما تلوثتش بالدم، بس هو كان بيخطط، بس هو كان بينفذ، بس تحس كده إيه كل فترة كده حد بيطلع يقول كده. وسبحان الله إن الجمل دي أو يعني العبارات دي في أغلب الأوقات بتيجي في وقت بنبقى إحنا لسه مودعين شهداء، لسه بنبكي بحرقة على دم شهيد مجند عسكري ضابط جيش ولا شرطة يعني. فاللي هو تحس انه المصريين كده يقول لك ايه يعني مصالحه ايه؟ انتوا يعني مين بيتكلم في ايه اصلا؟ الجزئيه دي الرئيس اتكلم عنها غالبا، يعني هو اتسال من رؤساء الصحف هل ممكن يبقى في تصالح؟ هل ممكن الجماعه الاخوان يبقى ليها مستقبل في مصر؟ هل ممكن تشارك في العمليه السياسيه في مصر؟ فالحقيقه انه الرئيس رد بمنتهى الحزم في هذه النقطه، وقال جملة كده نصا: طالما أنا موجود في السلطة مش هيكون في أي دور للإخوان، طالما أنا موجود في السلطة مش هيكون في أي دور للإخوان. وقال إن الشعب المصري مش هيقبل بعودة الإخوان للسلطة مرة تانية، لأنه فكر الإخوان غير قابل للحياة، فكر الإخوان بيتصادم مع الحياة. ده الحقيقة حوار مهم وفي نقاط مهمة جدا، أدعو حضراتكم أنه تتابعوه على الكثير من الجرائد، منها صحيفة الشاهد الكويتية.